وبالعودة إلى بيان الاتحاد الأوروبي والذي أكد دعمه للمجلس الرئاسي وجهود السلام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر، رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الانتقال الجنوبي. مساء الخير دكتور جعفر، بداية ما أهمية موقف الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي وجهود الأمم المتحدة بشأن السلام؟ مساء النور. فيما يتعلق بدعم جهود الاتحاد الأوروبي، طبعا هي مطلوبة في هذه المرحلة، خاصة ونحن نعاني الكثير من الإشكالات الموجودة، وبالتالي لابد من تحديث تقدم سياسي في العملية أو في المشهد السياسي اليمني، والانتقال بهذا التقدم إلى اتخاذ إجراءات لفرض السلام في اليمن وأيضا في المنطقة. طيب سيد أو دكتور جعفر، يعني الاتحاد الأوروبي دعا الحوثيين إلى الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس وكذلك تجديد الهدنة، فهل ستلقى هذه الدعوة قبولا برأيك؟ والله الدعوة هي رفضت مسبقا من قبل الحوثيين مرارا وتكرارا، وبالتالي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمعالجة هذا الأمر، وبالتالي نجد الحوثي يتمدد ويتقوى أكثر وأكثر، لأن لم تكون هناك أي إجراءات حازمة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. كان معنا عبر الهاتف دكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر، رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الانتقال الجنوبي. شكرا جزيلا لك.